يا جماعة كيفاش ما نعملوش بروغرام اليوم؟ ربي ما تحب نمشي معنا من نقرب تقول فيه نشوف في دار ذيل كالعادة تنجح صح؟ دار ذيل لي عليه؟ خاطر طفل هذيك ما يتهضمش إن شاء الله لاباس. أنت تعرف لي ذي صاحبي على الأخر أنا وسيم يعني الحديث هذا ما يجيش من غير ما تمشي معنا حتى أنت علي هزني فوق كرايمك ليه في كرابتي؟ كان أنت عندك كرابة؟ إي خذيه وين قلت ولا جايه راه في ثنايا مش تموت على عكاز صح اسبوع نسمع خليك العائلة فدك عليك على صحتك هيا قضاء زينب شايمة فاروخ تيسير وسيم بالحسن برشا هو ما تعرف البيت عرفني شكون وسيم تاعي شرف محليها عايش واش سرحتي؟ ايه بوجولي عجبتني وسيم والله بيه ما هو قال لك الكوزين ايه شنو الحل؟ نحكي معاك هكا معاك شوف لك ثنيا معاك تقول بوجولي تصوري ينبزني وانا امبوسيبل تعرفني ما نحبش الحكايات هذوما دي نورمال دق الباب واسمع الجوية بصح وكي ينبزني حسيمه بلدي كيفاش يا جماعه كيفاش بروغرام اليوم نمشيو بعد ذي كما تفهمنا بحذاك اليوم ذي صاحبي سهره ليله بحذاك اما خساره من غير تيسير يفرد يفرد عادي مش معنا يبدا من انت تبيل ضعيف وعندي مخ يبدا دي ما تجي روحك هاي برا نخش ميكو خفتون اسمعني ذي برجولية في موضوع نحب نحكي فيه معك ان شاء الله خير احكي من الاخر زينب الكوزين بتاعك تعجبني على الاخر اسمعني هو الحقيقة انتي صاحبي اخويا وانا نتهنى عليها معك اما عندك شوية عقد صح كنت نحيها ما تنجم تقد روحك معها فازية نرى ما نقاش خير منك زي احسب لي ما قلت شاي صح يشبيك ريت هذو ما هم العقد اللي نحكي عليهم صاحبي قاعدين نحكيه ورا هي بيه كيفاش من الاخر صاحبي انا دخلت من باب الكبير ونعرف ليه الكوزين تاك واحترمتك وجيت نحكي معك انت هذا ما قلنا فيه شاي معناها ما سمعتنيش قلت لك كان خويا تنجم انت تهني على روحك معها هي فازي تحبينا ندخل لك نحطكم مع بعضكم ما عندي حتى مشكل من علاش جاي نحكي معك انا دي ما باش تدخلني انت يبي ياخذ لي باكو دخان على الاقل قحاف برشا انت وليد راهو والله يا فيا باكو دخان اش قولك نمشيو وتو ناخذ لك زوج باكو دخان وينو صاحبي مش بيه بطل تو هادي خليهم على رئيس جدد هذوك ما يفهموا بعض كون انت نعذروها ما بيان سور علاش كون على رئيس جدد كيما هو بالاحسن ديريك تتكلم انت خليها سيربريز على الاقل لا تفيق شوفوا الكوب المقنين داخلين توا زوز مضروبين بالكمون هاي كبير العروسة عرفت لما العروسة ما عرفتيش بتعرفها بس خطعتونا ورا يشتونا كي عادي عسيمة مش غالطة ايش جيد برجولية دي من ناحية مضروبين بالكمون مضروبين بالكمون فدلك انا هكا مبروك يا زينان يعيش يزيه ويحشم راه اذا قدك يحشم شديد ويديه دوخ اما انتوما هكا محليكم يتحرك عاد شربها حاجه ما انا مش خليها من غير شرب غاليه زاد على اساس مش نحسها يعني مش تركزوا معنا برشا لا لا زوج شربها حاجه كاع تنسى سمح ملي ميك تشيك والونجي بسيتوا بعضكم ها؟ تعالي مش تركزوا معنا برشا
لا لا يعني في التليفون. انا كوني كتير بعدينكم موش تفتليك هذا يا رب شبيش ترافيه انت في وجهي غششت علاش باش نتغش يدي ساي بون ساي بون خليه هو ديجا عجوش يركز في اللي فيه باش يركز معنا هو شو تقريبا على اه ترش تحلت هاي الحسن احكيلي ماي اش تحب نحكي لك كنت يا ترى بيه خبر ما نحكي لك شقولت نمشي للتواليت خاطر بالرسمي تحسرت على الاخر اوكي هيدا ضحكتني شبيك بالحسن شبيك مريم اي مريم شبيك ايش اللي عملت وانت طال ايش عندي عمل لا لا فسر لي انت طال شنو اللي عملت ما عندي ما عملت لقيتك تشد تليفون تضحك نسخلك دراما شكون تحكي قلت ثقه هذي اش مدخل ثقه هذي غيره ما عندها حتى علاقه بالثقه لا سامحني هذي تسمات ما عندها حتى علاقه بالثقه يا زينب حاجه عاديه اللي عملت وخرب علينا الصحن اي يعني نستنى فيك دجم اي سي بون هاني لقيت هاي اي هاي قدامي هاي اي زيد اغزر له زيد بحلق فيه وزيد ثبت فيه مليح هاني جاي شيل الوقت اللي صوتي قاعد تغزر له الطفل احنا في الشارع شبيك يا اخي لاباس غزرت لك بعينيا قاعد تغزر له الطفل صلي على النبي وجي اغزرنا امشي قدام امشي قدام امشي زينب الو وي زينب الو تيسير مني صفا بالكل يا تيسير بالحسن 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 انسان اخر انسان اخر كنتو كيفاش يتصرف معايا راهو معقد راهو بسيكوبات وعلى العلم منو ما كانش هكا وصعبي لك مازلتو كي دخلتو في غولاسيون جدد راه ليه بالحق مسكر عليا على الاخر نعرف نعرف تنكيت عزيزتي اوكي داكور داكور بي عندي قضية أين تنكلمك من بعد حسيلو تاكي نتقابل نزيدو نحكي واي مطارش عليك باي باي هاي بون جورني تشاو تشاو صراحة كلهم حلوين أمين حلت في عيني هابي يلا ريديسيون داكور سوبر سلام مبروك على أختي ميرسي يعيشك عجبات أختي الغالية هذه حنوتك محبك تجي في كل وقت يا عايسف يا عايسف ميرسي عم طيب كم طينية علاش عشو تعرف عليك باهي ها مون بون بون نصور كان الباكو هذا وقتها اختي باكو هذا اي حلحة محلاها حقا ولا محليها على الاخر زينوبة اهلا محمد صباح
سهليك جارك باهي؟ ياسر الحمد لله هذا مسيو سهليك الحمد لله هاي خليكم وباسكم انتوما داكا شكون هذا؟ شي شبين شكون هذا؟ كان يقرا معايا كان يقرا معاك؟ ايه يبوس فيك سامحني نتاع شناي؟ شنيا فيها سامحني شيل شيل شبيك العافيه محلب تروح على حد صاحبي تسيح من توا شنية اللي شنية فيها يسلم عليك بالبوس نتاع شنية علاش تخلنا فيها ياسر وتسأل خذها على ليجير يعني كن يقرا معايا انا ليجير ولا كريستال ذيك منين تعرفوا قلت لك كن يقرا معايا شبيك بالحسان يا اخي بالحسان حسن شي اللي لبسته هذا والله منك نار هيا برا اطلع بدل حواجب برا عليك شيل عليه برا اطلع بدل حواجب حسن تباهك اي هكا سافا دون نجمو نمشي باه مش نزك البلاصة عسالة على الاخر مش تعجبك برشا صرا تحبش مشي بحمد ولاد يزينا مجميع من الجروب من الاخر راه ماش تحب نمشي نقعد معاها وانت زيدا ماش لازمك تقعد معاها نقصوا شويه كل يوم يومين يومين راهي كثرت الحكايه وما تساعدش من الاخر باركور يترانيو فيه بالطبيعة عزيزي نعرف اللي هو باركور أما البلاصة دي نجي مليانة صغير نرتاح فيها برش حاجة اون بلانير مسيبة وهو نظيف وما حتى واحد ينجم يغس عليه يكون نجم تعمل أي حاجة تخطر لك في بالك مثال ما يسمعك حد وما يشوفك حد تعرف بالحسن سي بارتاجي بيناتنا انا زدت نحب نهسر الباص المسكر نحب حاجه هكا امبلاني وانا فرحانه اللي انا هي عبدي حتى انا فرحانه عزيزتي وعلى فكره فرحان برشا بالكادو اللي عطيتولي ما يغلى عليك شيء بيك. لا جيتك اليوم حبيت على شركة ليانا موديل نتاع رجال عندي موديل دارك مزين على الاخر حلو وبيتيك زيدا شو ما شافو موديل كارتيي سا تو فا تري بيان حلوة سي اوكي عايشك عايشك مبروك عليك عايشك قداش ان شاء الله مبروك على خويا مرحبا بيك في لامي مدام عايشك مرحبا ديما كل ما نعدي من عندي ماكله هكا يضرب عام وانت ديما ملهوف على الماكله صح باش تخليني نعمل قتلها اونتريمون دونك لازم ديما نعدي راني نشوف برك الله حتى انت ياسر معدي وعلاش ما قعدتش غادي احنا من اصله يا روج والله تعرفني صاحبي قاعد في الريستورانت راني مروم يا شيخ الشركه هذه منين جبتها سرقتها بالاحسن شريتها بفلوس شنو منين جبتها شبيه صح اسمعني لازمني نتحرك انا تو تنكلمك من بعد يدي وين تتحرك شو قاعد تاكل معايا تفكرت عندي حاجه ايرجون لازمني نمشي لا تنكلمك من بعد تنكلم ليه تقول لي هيك Thank you.
شي زاد وين الشرط؟ ايه هذي قاتل مسكتو قالوا كان متزج انا اليوم خيارو ها عمل حكيت لي نفد منها من سنة يمشي لها تولتها صاحبك المعقد جاي يجري من غاديك يعرف شي تاتين يقعد ما عادش تقول عليه معقد ولا نسيبي هذاك راه شريفة وعاقلة ومزيانة ومتربية وبنت عائلة شكون تحكي ساعة نحكي على الكوزين بتاعك زينب يا غالي يعرفش تخرج من فمك لاباس لاباس هاي يا خويا ايش تفرش شكون هذيك شكون ايش بيك يا معلم تيبوها الطفلة بوها خير باش تعرف صاحبتي اكثر مني وين انت من تعرف بوها شوف لحظه بوها ذي ريت كي طلعت معقد ذي بوها خويا وين مازلت كي كنت نحكي الوسيم بوها جاي باش يعمل لها سيربليس خاطر بوها وامها متلقيه بي صاحبي ومن الاخر كي انت طلعت معقد طفله نساها خير من نخسروا بعضنا برجوليه يا صاحبي بطبيعتك هذايا ماشي تخسر صحابك الكل الناس تكتب تليفونك مين وين نعرف برجوليه خلى عليا بلاصك انا معقد البارح بدي صحيح هو صاحبنا ما مانيش ناقص حقد صاحبي في حياتي وكريتو هو واش عمل يستاهل اما بلاصتو عندي انا كبر زعما وين حيو واش عامل غيبهم بريود هذايا على الاخر برجوليه خلى بلاصتو عليا زعما وين نجمو نلقاو بالحسن انا نعرف وين نلقاوها اجا مقلقشني انا شكيت في صاحبتي ونشك في روحي نشك في روحي كيفي هذوما حاجات شفتهم قدام عيني باش نكذب عيني نفس الشركة اللي عندي ريتها عنده بسين زما بينتو حاجة هو زينب ليلة ما نتصورش هي نتصور زما انا غلط مع الناس الكل علاش العباد اللي نعرفهم الكل جبدوا رواحهم مني زعما ضيفوا مني انا اكيد مني انا ما تنجمش تكون الناس يكونوا غالطين وانا صحيح هاكا حددتي غلط معايا هاكا جيتك انت مش على حاجة جست حبيت نفسر لك اللي تفكيرك اللي كنت تفكر فيه كله غلط مش معناه تحب طفلة تحرمها من لبسها ما تخليهاش تلبس على راحتها وما تخليهاش تعيش على راحتها مش هذيك الحب صاحب انت راجل والطفلة معك لازم تستحفظ عليها وتخليها تعيش كيف ما تحب وتلبس اللي تحب وما تخلي حتى حد يحكي عليها هذي الرجلة صاحب حبك تنحي التفكير هذا وحتى فاست الشركة اللي سرقني فيها هذيك كلها لعبة مروبة منها نحن ما فهمتكش مش نجم ترجع انسان نورمال انتي تو ماكش نجم تفهمني اما حابين نحسوك بالشيء اللي تحسنا فيه كل يوم اش عندي عملت لكم انا وسيم بالاحسن نحن نحبوك مانيش بنسيبوك كي تحب طفله مش هي بجد الحيده قدام العباد خاطر كان جايب عمرنا لا نعملوه لا وحدنا ولا قدام العباد بالعكس هذاك قدر